طبعا الدورة دي بتكلفة ضخمة جدا، وهي كل سنة بيجي راعي ليها، بيبقى الفلاحين بيقوموا بفقرة كلها تهريب وضحك تبسط الجمهور، ودي بنعملها من 20 سنة قبل ما نعملها بالليل. طبعا زي ما انت شفت الاسعاف بينزل، وطبعا الحاجات دي كلها بتبقى من تأليفهم هم الفلاحين اللي بيبقوا عايزين يشاركوا بأي حاجة بالنسبة لإنجاح الدور. طبعا ماتش الفلاحين النهارده، فريق الفلاحين مزرطة واحد والمزرطة اثنين، المباراة دي طبعا كل الناس بتستناها. فريق مزرطة واحد حشد نجومه وحشد فريقه ان هو يفوز باللقاء، لكن ما عرفوش الحظ.